أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين
الله.